بشعارات لا لقطع الأرزاق، أين التغطية الصحية؟ أين حق الموظف؟ لا للطرد، أين الإدماج للمستفيد؟ لا للتفقير، أين حق المستفيد؟ هذه الشعارات وكلها هي التي رفعت اليوم بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها مستخدمو ومستفيدو المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير طيط مليل. كنت أسفو بزاف أن إنسان يموت بسبب الإهمال. قدموا في انعدام الإمكانيات، لأن حنا كنعرفوا أن كيكون تأخير في صرف المنحة. مؤخرا المنحة ما تصرفاتش. إطار الوقفة اللي دارتها المستخدمين ديال المركب الجهوي تتمليل اللي هي دار الخير، كيتواجد معنا السيد عزيز الحلو اللي غادي يدوي لنا اليوم على هاد الوقفة. أشنا هما الأسباب ديالها؟ يعني كيفاش توقفوا؟ أشنا هي وأشنا هما المطالب؟ من بعد تردي أحوال المؤسسة والحقوق ديال المستفيدين تضمات، والحقوق ديال المستخدمين تضمات كذلك، قمنا بمجموعه من المطالب ومجموعه من النضالات لمده تقريبا 3 أشهر. في الاخير ملي شفنا ان الابواب تقريبا كلها كانت مغلوقه، اضطرينا اننا ناسسوا مكتب نقابي لمستخدمي ومستخدمات المركب الاجتماعي تتمليل في اطار المنضوي تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. من خلاله اضطرنا مجموعه من الموظفين داخل المركب الجهوي الاجتماعي تتمليل، وضعنا واحد الملف مطلبي اللي كيمس بالضروره واللي كيقيس بالضروره واللي كيطالب بالضروره ان الاداره تتدخل والمسؤولين يدخلوا والوزاره الوصيه وزاره الاسره والتضامن ولايه الجهه كاع القطاعات الوصيه على هذه المؤسسه هذه تدخل وتلبي لهاد الناس هذو الحقوق ديالهم. لحد الان ما زلنا نطالب بمقابله لمناقشات تمت الاستجابه لهذا المطلب، يعني الملف المطلبي حاليا لم تتم الاستجابه، لانه مؤخرا في هذا الشهر هذا تم ممارسة ضغط على الموظفين بتأخير الأجر حتى من بعد اليوم السابع 7 شهر 10 عاد تم صرف الأجور. احنا كنا مبرمجين أننا غادي نحتجوا على هذا الوضع هذا، وفعلا لأن باش يجي كل شهر ونعيشوا احنا على أعصابنا كموظفين راه ما يمكنش، لأن كل شيء عنده مصاريف، كل شيء عنده وليدات، كاين اللي تابعهم كرا، كاين اللي مريض، يعني كاين واحد الحاله اللي هي ما كتطلبش اننا نبقاو نتسناو حتى يتفتح حوار وقت ما بغاو المسؤولين. الحوار كنطالبوا به يكون اني ومستعجل. علاش؟ لان الوضع لا يطاق، الوضع لا يطاق، الكل تعيش في هذه المؤسسه هذه على اعصابه وعلى الضغط، وهذا الشيء إلا بقى تعيشوا الموظف راه غادي أكيد أنه هو تنعكس سلبا على الخدمات اللي تعيشها المستفيد داخل المؤسسة، لأن فاقد الشيء اللي يعطيه. كيفاش كتسنى من موظف تياخذ 1500 درهم في الشهر، 2000 درهم في الشهر، 3000 درهم في الشهر بدون تغطية صحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عسور قية، خدامة من 87، ومن هذا المنبر تناشد سيدنا الله ينصرو والناس المساعدين في الإدارة والمؤسسة الله ينصرو والله يطول عمرو. وبينا أنا تناخذ واحد الأجرة قليلة، ودابا عندي الكرة وعندي الماء وعندي الضو، الشهر الأول شهرين ما تخلصناش، وهذا الشهر توا عطلوا علينا الخلصة، ما بقيناش قدينا كاع المدر باش نواجهو. أنا واحد المرة ما بحاجة نجري على أسرة، وعندي وليدات وعندي البنيات، وعندي مشكل ديال الدرية تتقرا، الدرية جوج تيقراو، عندي مشكل ديال الكتوبه، مشكل ديال الدراسه، وراه حنا في واحد الازمه. وتناشد سيدنا الله ينصرو، ربي يطول عمرو ويشوف فينا ويشوف هاد الناس، الله يجازيكم بخير، الله يطول عمركم.
ما زلنا في إطار تغطية صحفية للوقفة التي قام بها أطر ومستخدمي دار الخير تتمليل. معنا نزهة أطوف اللي غادي تدوي بالاسم ديال المستخدمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم اللي كننظموها في واحد الإطار اللي هو قانوني، ما هي إلا للحفاظ على سيرورة العمل بالمركب، وكذلك للتأكيد على المطالبة بتحقيق النقاط اللي جات في الملف المطلبي اللي سطروا المكتب النقابي للمستخدمين ومستخدمات المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تتمليل، وكذلك للمحافظة على حقوق الموظف والمستفيد داخل هذه المؤسسة. اللي بغيت نطرق ليه هو أنه لما جات الجمعية الجديدة ودار فينا اجتماع في المركب، وقام السيد الكولونيل السعيدي اللي هو كينوب على الرئيس، قال لنا بان الناس اللي هما تجاوزوا سن التقاعد راه حنا ريحنا مع السيد الوالي وغادي يخرجوا لكم واحد القدر ديال الفلوس ونعوضوا لكم باش ما تضيعوش. والوقت اللي مشيت انا توجهت للولايه لعند السيد النائب اللي كينوب على السيد الوالي وكيمثل المركب الاجتماعي دار الخير تتمليل، وريحت معاه في الاجتماع وذكرت معاه وقلت له بانه راه سمعنا وسمعنا. بالاخير قال لي هادشي ما كاينش، انتم اللي هما تجاوزوا سن التقاعد وما مصرحينش في الضمان الاجتماعي فخصكم تمشيو توجهوا للقضاء تدعيوا الجمعيه اللي ضيعتكم. فاحنا اللي بغينا نقولوا هو انه علاش غادي نمشي ندعي انا هذه الجمعيه؟ فهما اللي مسؤولين، هما اللي كيدخلوا الجمعيه، هما اللي كيدعموا الجمعيات، فبدل باش ندعي الجمعيه خصني ندعيهم السلطه لان هما اللي كيحميونا. وانا راني 15 عام وانا خدام في المؤسسه، داخل المؤسسه وخارج المؤسسه، وكنت كندير مساعد اجتماعي في الدوريه، كنضبط المتسول المتشرد وكنحيلو على المؤسسه نظرا للجوع والبرد والشرق. واليوم غادي يصبح المساعد الاجتماعي اللي هو يقوم بهذا العمل غيصبح هو نفسه متشرد. فهذه القضيه ما بغيناش تكون، وكنطالبوا المسؤولين يدخلوا ويحققوا لنا المطالب ديالنا. رحنا ماشيين وحنا كارين وعندنا وليدات وعندنا بزاف اللي حنا ضغطنا فيها، فلهذا كنطلب من المسؤولين يحاولوا يريحوا معنا، وخصوصا السيد الوالي يحل لنا هذا المشكل في اقرب وقت. وانا راني تجاوزت سن التقاعد بزاف لانني عندي في عمري 64 عام، 15 عام ديال الخدمه هنايا وعندي ثلاثه الوليدات وكاري. وعاش الملك والسلام عليكم.